بيلفيك لمبيه، التيبيا اند فيبيولا. التيبيا عباره عن لونج بون، والفيبيولا عظمه صغيره بتبقى موجوده جنب الهيكل هنا، موجوده جنب التيبيا، مختزله في الغرس او اشد اختزالا في الغرس، الا انها طويله جدا في الضوء، ودي هنشوفها في الشرح التفصيلي لهذه العظمه. التيبيا لونج بون ده الطيب بتاعتها، موجوده فين؟ موجوده ما بين المفصل ده اللي قلنا عليه اسمه ايه؟ اسمه مجازا للستايفل جوينت. انما المفصل نفسه اللي ما بين الفيمر وما بين التيبيا اسمه ايه؟ فيمور وتيبيا جوينت. وما بين ايه؟ وما بين التارزال جوينت. ده البوزيشن بتاعك، اتجاه ايه من الهيكل قدام حضرتك كده؟ متجه فين؟ متجه الى اسفل والى الخلف، يبقى اتجاهها او الدايركشن بتاعها كودو فنترال، كودو فنترال. ونشوف في الفيديو القادم الشرح التفصيلي لهذه الايه؟ العظمه. ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه والطالبات الفرقه الاولى، النهارده هنتكلم عن عظمه التيبيا. التيبيا اند فيبيولا. التيبيا هي عباره عن الطيب بتاعها الفور باينز اوف البون اللي هنتكلم عنهم، الطيب والدايركشن والبوزيشن واللي هو الديسكريبشن اوف البون. الطيب اوف البون لونج بون. لونج بون يعني تتكون من بروكسيمال اكستريميتي، ديستال اكستريميتي، بودي اور شافت. البوزيشن اوف البون بتبقى بريزنت اون الليج ريجون اوف الانيمال. الدايركشن اللي هي بتبقى موجوده في اوبليك كودو فنترالي، تبقى اوبليك كودو فنترالي. بالنسبه للدايركشن بتاع العظمه ديسكريبشن، قلنا اول حاجه بتتكون من بروكسيمال اكستريميتي، بودي اور شافت، وديستال اكستريميتي. البروكسيمال اكستريميتي، بروكسيمال اكستريميتي في عندنا عباره عن تو كوندايل، تو كوندايل في اللي هو ده اللاترال كوندايل والميديال كوندايل. اللاترال كوندايل بيبقى عبارة عن سادل شيب، سادل شيب ده لاترال كوندايل. ميديال كوندايل تو انتر كوندايلويد امينانس، انتر كوندايلويد امينانس. الميديال انتر كوندايلويد امينانس لارجر ذان اللاترال انتر كوندايلويد امينانس. انتر كوندايلويد فصي، انتر كوندايلويد فصي. اثنين تو كرانيال انتركوندايلويد فوسا، سنترال انتركوندايلويد فوسا، كودال انتركوندايلويد فوسا. انتركوندايلويد فصي فور الباسج اوف الانتيريور كروشيات ليجامنت، باسج اوف الانتيريور كروشيات ليجامنت بتوين الميديال كوندايل واللاترال كوندايل نوتش كولد بوبليتيال نوتش، بوبليتيال نوتش. بين في على الكرانيال في تيبيال تيوبريستي، تيبيال تيوبريستي جروفد ان الهورس بالليجامنتال جروف، ليجامنتال جروف فور باسج اوف الميدل باتيلر ليجامنت. الميدل باتيلر ليجامنت الميديال واللاترال بيبقوا باسج على الجنبين، يبقى ليجامنتال جروف فور الميدل باتيلر ليجامنت. Between the lateral aspect of tibial tuberosity and lateral condyle, the extensor groove, extensor groove for a long digital extensor muscle. On lateral condyle, present facet, facet for articulation with the fibula, facet for articulation with the fibula. بعد كده في عندنا على body or shaft, the body three sided. three sided has three surface and three border. الاول surface اللي هو straight ده اللي هو الكودال surface. الكودال surface في lines، البوبليتيال لاين، البوبليتيال لاين divided الكودال surface into two surface، two surfaces. surface البروكسيمال تو البوبليتيال لاين called بوبليتيال surface for insertion of the بوبليتياس muscle. Distal to popliteal line, vascular, muscular surfaces في several muscular line أو بنقول عليه flexor surfaces عشان articulation of long distal flexor أو flexor digitorum longus. ده flexor surfaces. New transforming بتكون ventral to popliteal line. بعد كده في عندنا ده بالنسبة للcaudal surface. في lateral surface بيكون concave وspiral ووايد proximally
ديستالي بيكون نارو بالنسبة لي الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس بيكون رف بريسنس اوف رف اريا فور سارتوريس اند جراسيليس ماسل. رف اريا فور سارتوريس اند جراسيليس ماسل. بعد كده عندنا 3 بوردرز. في عندنا الميديال بوردر فورم البوبليتيال تيوبركل. بوبليتيال تيوبركل فور انسيرشن اوف البوبليتيس ماسل. واللاترال بوردر فورم انتر اوسيس سبيس اوف الليج ويز الفيبولا. زي هنا عندنا في العظمه دي اللاترال بيبقى فيه ايه انتر اوسيس سبيس اوف الليج مع عظمه الفيبولا. بعد كده عندنا الكرينيال في بيكون حاجه اسمها تيبيال كريست. تيبيال كريست بيكون اكستندد من التيبيال تيوبريستي. هو ده. بعد كده في الديستال اكستريميتي. ديستال اكستريميتي في فورم الكوكليا اللي هي تو اوبليك جروف بتوين ذم اوبليك ريدج. اوبليك تو اوبليك جروف اوبليك ريدج. على الجنبين في اللي هي توم ماليولوس اللي هو ناحيه اللاترال لاترال ماليولوس ناحيه الميديال ميديال ماليولوس. لاترال ماليولوس ميديال ماليولوس. اللاترال ماليولوس في تو جروف. ده اللاترال جروف فور لاترال ديجيتال اكستنسور. وده الميديال جروف فور اللونج ديجيتال فليكسور. بعد كده هنفرق ما بين الحيوانات. نفرق ما بين الهورس والاوكس. الهورس اول الفرق ما بيننا واضح اللي هو التيبيال تيوبريستي. قلنا في الهورس اللي بيميزه ان هو جروف باي ليجامنتال جروف فور الباتيلر ليجامنت. في الاوكس انديفايدد او نون جروفد. بعد كده بالنسبه لي الكودال سيرفيس. الكودال سيرفيس قلنا فيه حاجه اسمها البوبليتيال لاين. البوبليتيال لاين بيقسم لنا الكودال سيرفيس انتو فوبليتيال سيرفيس وفليكسور سيرفيس. الكودال سيرفيس في الاوكس مفهوش بوبليتيال لاين. في سيفرال ماسكولار لاين. سيفرال ماسكولار لاين فبالتالي هو مش نوت ديفايدد انتو بوبليتيال سيرفيس اند فليكسور سيرفيس. هو اسمه كله الكودال سيرفيس على بعضه. يبقى دي الهورس بيتميز ان هو الوحيد اللي فيه البوبليتيال لاين. الاوكس في سيفرال ماسكولار لاين. سيفرال ماسكولار لاين. تالت حاجه بنفرق ما بينها الديستال اكستريميتي. الديستال اكستريميتي قلنا في الهورس اتنين اوبليك جروف ما بينهم اوبليك ريدج. في الاوكس اللي تو جروف ستريت اند ستريت او ساجيتال ريدج. يبقى تو ستريت جروف وساجيتال ريدج. ده اللي هو بنقول عليه الارتيكولار جروف. الميديال ماليولوس ده قلنا عليه اللي هو الميديال ماليولوس. اللاترال ماليولوس بيتميز في الاوكس والشيب والدوج ان هو بيبقى سيبريتد بيبقى موجود على عظمه الفيبولا. فبيبقى فيه ارتيكولار سيرفيس. ادي اللاترال اللي المفروض بيبقى موجود عليها عظمه الفيبولا بتبقى نازله كده. في ارتيكولار سيرفيس فور اللاترال ماليولوس. ارتيكولار سيرفيس فور اللاترال ماليولوس. الارتيكولار سيرفيس بيتقسم لجزئين تو فاسيت. كرينيال فاسيت وكودال فاسيت. كرينيال فاسيت وكودال فاسيت فور ارتيكوليشن ويز اللاترال ماليولوس. بالنسبه للشيب نفس الكلام. تيبيال تيوبريستي نون جروفد. وعندنا الكودال سيرفيس بيبقى فيه وان ماسكولار لاين او فيو مش زي الاوكس. الاوكس بيبقى سيفرال ماسكولار لاين. اللي بيميزنا قوي الديستال اكستريميتي اتنين ساجيتال او ستريت او جروف وبينهم ساجيتال ريدج. في عندنا ارتيكولار جروف ارتيكولار سيرفيس فور ارتيكوليشن ويز اللاترال ماليولوس اوف الفيبولا. بعد كده في عندنا دي بالنسبه للشيب. الدوج نفس الكلام. التيبيال تيوبريستي نون جروفد. الكودال سيرفيس ابسنس اوف البوبليتيال اند الماسكولار لاين. ابسنس اوف البوبليتيال اند ماسكولار لاين. الديستال اكستريميتي تو
straight groove between them sagittal ridge. في الميديال ماليولوس بيبقى اكبر كبير وبارز من تحت ميديال ماليولوس. في فاسيت فور ارتكوليشن ويز اللاترال ماليولوس موجوده, بس هنا الفيبولا مكمله لحد تحت وعامله لاترال ماليولوس. الفيبولا بقى بيحصل هي عباره عن ريديوسد بون. ريديوسد فين؟ في الهورس والاوكس والشيب والكامل. وبتبقى كومبليت بون في الدوج والايه والكات. تكون من ايه؟ من بروكسيمال اكستريميتي وبودي اور شافت وديستال اكستريميتي. الديستال اكستريميتي اهم حاجه ان هي بتكون لنا لاترال ماليولوس. ديستال اكستريميتي فورم لاترال ماليولوس. بعد كده هنعرف اتجاه العظم. قلنا الكرينيال, ده الكرينيال بوردر يكون ناحيه الامام, ده الكودال يكون الخلف, الكونكيف ده اللي هو اللاترال, والستريت واللي عليه راف اريا ده الميديال. فكده المفروض العظمه اتجاهها ناحيه الليفت, هي العظمه شمال. بالنسبه للعظمه دي عظمه الاوكس, ده الراف اريا اللي هي ستريت ناحيه الميديال, الكرينيال ناحيه القدام والكودال اللي هو الخلف, وده اللي هو اللاترال بيكون ناحيه الخارج. اللاترال بيبقى خارج الجسم او بعيد عن الميديال بلين. فده كده مفروض ان هو ان هو يمين, العظمه بتاعت الحيوان ده يمين, يبقى دي شمال ودي يمين. بعد كده تعب نفس الكلام على العظمه دي. كرينيال ده اللي هو ده اللاترال وده الميديال وهنا الكودال سيرفيس. العظمه دي كده شمال بالنسبه لدي, ادي الكرينيال ادي اللاترال وادي الميديال وادي الكودال, فده العظمه شمال. والبوزيشن اوف الفيبيولا على اللاترال بوردر اوف التيبيا. شكرا.